اليوم ودنا نتكلم عن موضوع حلو، موضوعنا بحاجته كلنا كمسلمين، كمؤمنين، كناس نحب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول لنا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وهذه قاعدة ودليل واضح أن الإنسان بهالحياة بهالدنيا راح تحوشه مصايب، مشاكل، أمور يكرهها، فتن راح يعيشها. رب العالمين بعد ما وضح لنا شيء مختصر من حياتنا، عطانا محفزات، عطانا أمور حلوة تصبرنا على هالمشاكل اللي تصير. فالمشاكل اللي تحوشنا بحياتنا، المصايب، الأذية، المرض، الهم والغم، الله خلاهم مكفرات ورفعة للدرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكوى إلا كفر الله بها خطايا. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شنو جزاؤهم يا الله يا كريم يا عظيم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله الفضل. إذا رب العالمين ابتلاك وصارت لك مصايب وايد، اعلم أن الله يحبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. اصبر على الفتن، اصبر على الابتلاءات، اصبر على الشيء اللي تكرهه، اعد لك ربك جنة عرضها السماوات والأرض. في نهاية موضوعنا اليوم ودي اذكر لكم حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مؤثر جدا. سمعوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيغمس في النار غمسة واحدة بس، يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: وعزتك وجلالك لم أرى نعيما قط. هالملياردير يقول: عمري بحياتي ما شفت خير. ويؤتى بأشد المؤمنين بلاء وفقرا فيغمس في الجنة غمسة مثل البقسم، غمسة واحدة ويطلع رب العالمين. فيقال له: هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ فيقول: وعزتك وجلالك لم يصبني ذلك. شوفوا الفرق، سبحان الله. لذلك إخواني وأخواتي، حياتنا كلها خير. اليوم تستانس، تفرح، تبتسم، الحمد لله. باكر تزعل، قول الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الله يجعلني وياكم من الصابرين، من الشاكرين، من الذاكرين، من المحبين لله المتعلقين، والله يوفقنا أجمعين. قولوا آمين.